إيمان الشاب الوسيم فقتي من القلبة علاش قتلتيها؟ اسكت قلتلك اسكت ولا غادي نوصلك عليها. بغيتي عندنا إيمان دابا تعرف واش انت بنادم ولا واش؟ طيب ضحكتيها ليا واخا غيبة عليا. شنو بغيتي مني؟ قولي شنو بغيتي مني؟ قلت لك باقي ما شفتي والو. باقي ما شفتي والو. إما ماريا فين خليتي باباك؟ شفتك بحال باغي تصاحب معاه. علاش لا؟ فيها شي عيب؟ ما ننصحكش. ما تنصحينيش؟ بحالاش؟ تجربتي معاه هي اللي كتخليني نقول هادشي. حتى لهاد الدرجة؟ واخا ما عشتش معاه بزاف، واخا الكوليك وطماع، كيبقى بابا. كنت ديما محتاجة ليه، كنت كندير مجهودي كامل باش يرضى عليا. وعلاش هادشي كله؟ على قبل كلمة بابا. الاعتراف. الاعتراف صعب الواحد يعيش مقطوع من شجرة ما عنده أصل. على داكشي كتقربي للرجال الكبار ياك شارفين؟ يمكن كنت كنقلب فيهم على الملامح ديال الاب اللي انا تحرمت منه. عمر ماشي شارف؟ عمر حاجه اخرى. وما بنت ليك غير انا في الطريق. ما كنتش كنعرف في الاول باللي انت هو الوالد ديالو. ومن اللي عرفتي صممت نتزوج بك. والسبب؟ بغيت نبين لعمر اللي سمح فيا لاني قادره ندير اي حاجه. وانتي ديري معايا الكونترا ياك. اش ما عاودتيش شمت فيا عمر مره اخرى؟ حيت كنت عارفه بلي غيجي واحد النهار غادي تعرف الحقيقه. ماريا عارفك مزيان، انت همك الوحيد هما الفلوس. بالعكس انا ما كيهمونيش الفلوس، بابا اللي كان مصدعني عليهم كل نهار. ودابا شنو غديري؟ بلي غنقوم هنايا. وزيد انا عندي صحابي في البوليس، كاين واحد معاهم ما يخليهمش كاع يوصلوا حتى هنايا. ماشي كلشي خائن بحال صحابك، فهمتيها هادي؟ كدوي على مصطفى صاحبك. كلشي ممكن. كلشي ممكن. داك اللي داير فيها بويليتي ديال بصح مصطفى ما تيديرها لخدمتو، كدافع عليه. هذاك الرجل معقول؟ عندي ما نقول لك.
العينين ديالك جايبين شي خبر كتفرح. أسمع أحسن خبر في حياتك. كان اسمك؟ كان بغيك. وباش نبين لك كان بغيك سمحت في كل شيء على قبلك. ماريا ما كنفهمش اش كتقولي دابا. بابا اللي كان برصني على الفلوس صافي مابقاش كيهمني. بصح كتهضري مع وضحي كلامك الله يرحم باك. شوف عمر الحياة فرصة وما خصناش نضيعوها. باقي غادي فيه باقي زيد فيه كتهضري بالالغاز وبهاد لي كود هادي جيني نيشان قولي اش كاين. صافي بابا كعطيته الكونترا ديالو. اش كتقولي؟ وانا اللي غنطلب الطلاق. ماريا واش عرفتي اش كتقولي ولا لا؟ كنوز الدنيا كلها ما تسواش حياه معك عمر. اسمحي لي ماريا. بينا قسم بالله تغدي تندم على هادشي اللي تدير. قسم بالله تغدي تندم على هادشي اللي تدير. ملي حنطتي غادي نخدمو شي شوية. خدي مع جدك الطاهر الزيتوني اللي يجي دابا هنايا بوحدو. جا الوقت اللي غادي ينتقم من عائل الزيتوني. دوي معاه. الو الو با سيدي صافا الحمد لله صافا. وانت بغيت نهضر معاك في هذا الموضوع اللي خليك هاد الوثائق لقيتهم في هاد البيرو البيرو ديال العربي. العربي واحد هاد تجارية المخدرات. اي بسيتي عرفت ولكن لقيت شي تصور عنده ديالك. لا هادشي اللي لقيت. المهم بغيتك تجي عندي الله يخليك. مالك؟ ما يمكنش يا ماري. علاش ما يمكنش؟ علاش ميمكنش؟ ميمكنناش نعيشو مع بعضياتنا وتعيشي في كرشك. وشنو هو الحل؟ الحل خصنا نفكرو مزيان. متفقة معاك ولكن دابا انتيا تيبان ليك شي زعما ساهل ياك. كلي حملة بخويا وثانيا يمكن ليش نكون معك فهمتيني؟ انه الباقي تي في ديمة الوالد وباقي ما طلقتوش رسميا يمكنش. انا عندي الحل. بغيتيني فشي حاجة سيد الحاج؟ سي عادل ما عمر شي واحد هان الشركة قدامي. ايوا شنو الشركة؟ في نظرك هادشي مازال معيدك الاستقالة ديالك؟ أكثر من الأول فكرتي مزيان؟
معلوم فكرت هادشي كنخصني نديرو شحال هادي حتى ضيعت معكم بزاف ديال الوقت. سي عادل هادشي اللي كيعجبني في الشباب الحيويه والنشاط، ولكن كنخاف يطيحوا في المصيبه ديال التهور. قبل ما تحاول اسيد الحاج لا طلع عطاه المهم فاش غادي تكبر غادي تفهم هاد الهضره اللي كنقول لك. الحمد لله فاهم شنو باغي وفاهم راسي فين غادي. على كل حال الزمان وليا ما غيوريوكش مسائل ما كتعرفهاش. واخا ما قلتي عيب نخليوها للزمان نخليوها للزمان. تابعني شي عين انا الحاج. قولي اعوذ بالله اش كاين؟ خداو لي بنتي. زين؟ لا. كيفاش لا؟ ها قولي كتهضري لي على ديك التربيه الصغيره. جات ما وداتها والعجب ما عرفت كي درتي تعطيت عليها. جبت معاها البوليس. البوليس كاع؟ هو في الحقيقه والله الا تهنيتي. كيفاش تهنيت؟ واش داكشي درت معاها كامل وفي الاخر جيت تاخذ ليا بنتي؟ مامري مامري مرجعوا لله، راه البنت عندها امها ماشي بنتك. بنتي؟ راه بنت وحده اللي عندك هي زينب. حرام عليكم كلكم ضدي. نوضي 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 وجدي راسك، قلتي غاديه لفرنسا. ما بقيتش غاديه. ما بقيتيش غاديه وعلاش؟ ما غاديش نسمح في بنتي. الله يهديك يا مريم. ما يمكنش نسمح فيها. واش غادي ديري؟ تعاوني. فاش بغيتيني نعاونك؟ غنمشي نجيب بنتي. واش بغيتيني ندير لك انا؟ نجيبها للدار نخبيها. اشنو؟ اشنو تقولي؟ جمال مريم سيدي اسمعي حميد بغيت دير حميد بغيت دير دير جيتي حتى عندي برجيلات كطوير باقي ما درت والو يلا غادي نبدا هادشي كله وما درتي والو عاد باغي تبدا حرام عليك هادشي غير تسخينات الماتش هذا غادي يبدا حميد ما تقولي شنو باغي باغي الفلوس اللي طلبتيها نعطيها لك خليها لك الدار باقي ما فهمتي والو باقي ما فهمتي والو لا 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 هذا الشيء ما خصني نسكت عليه ويلي حماق هذا الو مهدي جدك جدك هادي عفا وليدي يجي لهنا دابا دابا واش غادي نقول لك اش تجي وغادي تعرف اش كاين يلا بالسلامة Thank you.